راسي يمين يسار. ليش تضحك؟ اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. ما نضحكش عند روحك. اثنين مع بعض، اثنين هم مع بعض. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. واحد اثنين ثلاثة أربعة يدك ورا اثنينتهم. واحد اثنين ثلاثة أربعة طلع رجولك فوق. ستة طلعها فوق فوق فوق، طلع مليح. أوكي طلع زين 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 زين. أوكي بص أمامك ثلاثة، ما تستعجلش بشوي بشوي بشوي. هوب فين؟ أوكي واحد ثلاثة خمسة. أقعد ستة خمسة. رقم حط راسك ستة. اوكي كويسين. توب سريع. هاي زيد المسلويدو روح هناك. هالي نيجرا يطلع لجم. هاي زيد. هالي نيجرا ينسحب على جم. هذا الرابع اللاعب اللي بعده. ارجع ورا سارق من البداية سارق. ارجع الخط ارجع دينا. ايه تب. اي سريع. هاي يلا مام جهد. قوم جهد. قو. ايه ما تتحركش. هو يلمس لك يدك. ما تروح له، هو يلمس لك يدك. زيد سريع. سرعة. جابك. هاي جو. زين علي. جابك. علي. زيد باقي واحد. هاي آخر واحد. هاي يلا سريع. جو.
اي 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 اقعد 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 مره اقعد تحت اقعد الارض شباب راك معي راك مركز معي ولا لا راك معي تسمع لي ولا لا سامعين لي ولا لا صح اولا روح هنا قدموا انتم شويه هناك عشان تجيو مقابلني روح قدموا هناك تعال مقابلني اي قابلني اجلس انت ما تعطيش بظهرك خلي اجلس مليح ما تمد تمد ظهرك لاعب ثاني اجلس ارجع ورا اوكي اوكي كويسين لكن ملاحظات ملاحظات احنا عندنا حصه واحده بالخميس وقلت لكم الساعه كم ثلاثة قلنا ثلاثة لأن عندي تمرين أنا مع لاعبين ثانيين قلنا ثلاثة آخر مرة إن شاء الله تجوا متأخرين أوكي اليوم أنا سمحت لكم الحصة الجاية أي واحد يجي متأخر راح رجعوا البيت أوكي اتفق كويسين في فريق كويس أنا عارف من اللي جاء بدري وعارف اللي جاء متأخر الحصة الجاية إن شاء الله في الوقت جيت الساعة 3 إلا 10 3 إلا 5 عشان نبدو تمرين الساعة 3 بالضبط كويسين عندكم إمكانيات مليحة في حاجة فيما يخص الكلام والهدرة والهوشات بعض اللاعبين أني مسجلهم عارف منهم احنا لعب احنا تمرنا تمرين ولعب مش بطولة رسمية وين يوم نديروا بطولة رسمية ممكن تزعلوا خسرت عندما يكون فريق تتابع الخسارة للجميع موش لاعب هو اللي خسرني عندما نخسروا فريق التتابع خسرنا كلنا وتجي بطولات وبعدين انا نحط لكم سباقات تاع التتابع في الواتساب ها مسجلكم في الواتساب راح نضيف المجموعه اللاعبين اللي ما هم مسجلين ونزيد نبعث لكم واتساب تاع ابوك ولا اسمه سباقات التتابع عشان تشوفوا عندما يفوز الفريق الفرحه للجميع عندما يخسر الفريق كلهم يزعلون موش نزعل على لاعب واحد خسرت لان معناتها الفريق اللي كان معي كان مركز افضل تركيزه افضل ستارت تاعو افضل فينيش تاعو افضل اوكي اليوم خلصنا الاسبوع الجاي ان شاء الله خميس موش يسمع لي هذاك موش يسمع لي دائما هو وفيه اثنين ماهيش مركزين بدل ما يركزوا هذا عندما ما ركزوا شي يقول لي كابتن ما راح نسوي تمرين زين وراح ما راح تضبط معي الحصه كويسين من اللي جاوا اول مره اليوم منهم ل 2011 منهم 2011 صح ما عليناش الحين مع الكابتن علي راح يعطيكم يسجلكم سمو يعطيكم استمارات على التسجيل اتفقنا ما تروحوش الى غايه ما يضبط معكم كابتن علي